هي قضية رجال صحيح. القضية هي قضية تعليقات. والمشكل اليوم اللي مطروح في الجزائر هو مشكل تاع الرجال. اختيار الرجال حتى نكون صريحين يعني. هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا أقول إذا كان قلنا نعم نكون غافلين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة. أن لا سيدة في هذا البلاد. أن لا سيدة في هذا البلاد وأن الشعب هو السيد. لا أعتقد أنه إن كان حيا كنتم ستعتقدون. هي فكرتي. أن في الجزائر فيه واحد طويل، واحد كيف قصير، واحد قاع ما تشوفوش، واحد سمين، واحد هذه الجزائر، هذه الجزائر، كل ولا الجزائر وكل ناس الجزائر عندهم الحق باش يعيشوا بلادهم. شنو يا باغي نمنع واحد باش يدير اللحية لا باغي يدير اللحية، ويدير اللحية على روحه، يدير اللحية على روحه، ما يهمنيش، على أساس أنه إلا بغيت أنايا، على أساس إلا أنني بغيت أنايا ندير كرافات. À la présidence, il existe deux ministres d'État, Tayeb El Aïs, ministre d'État et représentant du président de la République, et moi-même. Tous les deux, on ne fait pas partie des membres du gouvernement et aucun décret relatif à la suppression du poste de ministre d'État n'a été signé par le président de la République. Nous sommes membres du gouvernement.